السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا حبايبي بقى اقول لكم احلى غدا. غدا بقى ايه؟ احنا زهقنا من الفراخ وزهقنا من اللحمة والاستاكوزا والجمبري. ما تكبرهاش قوي. احنا بنقول زهقنا من اللحمة والفراخ استاكوزا وجمبري ايه؟ ده احنا بنهزر والناس فاهمة ان احنا اصلا في الحالة اللي احنا فيها في البلد دي ولا بناكلوا لحمة ولا فراخ. احنا طالعين يا حبايبي بالغدا المعتاد بتاعنا احنا. احلى بتنجان. طب بتنجان بص عليه. بس على فكرة البتنجان ده عليه دقة. بصوا يا حبايبي. بصوا انتوا شايفين طبق الدقة. او بقى اللي بيتفرج عليه يسمع بقى ويشوف. مكلف اكتر من اللحمة والفراخ. بس تحطوا يا حبايبي ده البتنجان تحط عليه شوية دقة حلوين. وتاكلوا والف هنا وشفا. وتقولوا لي رأيكم ايه. جاهز يا عبد الله؟ جاهز والله تحدي والله. بص ده بقى أكلة الملوك، أكلة البشوات البتنجان. بص بسم الله الرحمن الرحيم. كله ما تحفش. ها كله ايه؟ ما تحفش. تعرفوا بقى يا جماعة ان البتنجان ده مكلف اكتر من اللحمة والفراخ لانه بيحتاج زيت. مكلف اكتر من اللحمة والفراخ؟ ايه يا عم؟ بس هو بيحتاج زيت ومكلف اكتر من اللحمه والفراخ. يا عم قول كلام يتصدق. ازاي تعرف كيلو اللحمه بكام؟ ب 170 ولا بكام؟ ب 200؟ ب 200 جنيه. طب ايه اللي جاب اللحمه والفراخ؟ يعني هو ده هياخد ازازه زيت؟ لا ده حبيبي اكله ربنا مبارك لنا فيها عشان ربنا عالم بينا. لا والله. والموز يا حبايبي الموز جنب البتنجان حاجة فوق الروعة. يا سلام. بقول لك يا عبد الله خد مني خد من ايدي الحتة دي. خد يا عبد الله خد حتة الاستاكوزا. يلا تاكلها يلا بالراحة يلا. يا سلام يا حبايبي يا سلام. حاجة بسم الله ما شاء الله. حاجة بسم الله ما شاء الله. يا سلام ربنا يديمها نعمة. بنحبكم يا أحلى جمهور. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك.